السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة هشرح يونت 7 من منهج كونكت بلس. معايا أصدقائنا مشتركين معانا في الفيديو، رؤى، سيف، منة، حنين. Let's start يونت 7. Let's make music. هيا بنا نعمل موسيقى. هنا عندي يا كيجي هنتعلم أنواع كثيرة من الموسيقى زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامي. يلا يا أصدقائي، رأى ومنة وسيف وحنين، أنا هقول وأنتوا قولوا ورايا. Let's start. فايلون، قالت كمان فايلون، قالت كمان ترامبت، قالت بوق ترامبت، قالت بوق جيتار جيتار، بيانو اللي هو بيانو بيانو بيانو، فلوت مزمار فلوت مزمار، درام طبلة درام طبلة، عود 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 اللي هو العود، أكورديون اللي هو الأكورديون أكورديون اللي هو الأكورديون. نيكست بيج، هنا هنتعلم مع بعض يا كيجي هاي أور لو ساوندز، يعني أصوات عالية وأصوات منخفضة، ودي تعتبر إيه يا كيجي؟ دي اسمها أدجكتيفز يعني صفات. دي إيه؟ أدجكتيفز يعني صفات. هاي يعني عالي، لو يعني منخفض. هنا هنتعلم الآلات الموسيقية اللي بتصدر إيه؟ صوت هاي، صوت عالي، وكمان الآلات الموسيقية اللي بتصدر صوت لو يعني منخفض. يلا كده نشوف الجمل مع بعض. I can play the guitar يعني أنا أستطيع إني أنا إيه أعزف جيتار اللي هو الجيتار. يلا يا رؤى معايا. The guitar makes a low sound يعني الجيتار بيعمل إيه؟ بيعمل صوت منخفض. صوت إيه؟ منخفض. a low sound يعني صوت منخفض. هنا كيجي عندي كلمة بلاي، كلمة مهمة. بلاي معناها هنا كيجي معناها في الآلات الموسيقية معناها يعزف، معناها ايه؟ يعزف. لكن لما بتكون مع الألعاب معناها ايه؟ يلعب. تمام كده كيجي. هنا عندي بعدها، يلا يا سيف. I can play the drum يعني أنا بعزف ايه؟ طبلة. the drum makes a low sound يعني الطبلة بتعمل صوت ايه؟ صوت الو يعني منخفض. بعد كده عندي، يلا يا منة. I can play the flute يعني أنا بعزف إيه؟ اللي هي آلة المزمار. يلا يا منة. The flute makes a high sound يعني المزمار بيعمل صوت إيه؟ a high sound يعني بيعمل صوت عالي. اللي بعدها، يلا يا حنين. I can play the violin يعني أنا بعزف اللي هي إيه؟ الفايلون، آلة الكمان. طيب عندي كده بيقول إيه؟ The violin makes a high sound يعني الفايلون بيعمل صوت إيه؟ بيعمل صوت عالي. نيكست بيج، هنا هنتعلم مع بعض يا كيجي كمان ايه؟ adjectives الصفات. هنا عندي ايه؟ tall and short يعني طويل وقصير زي ما شايفين في الصورة اللي قدامي. هنا عندي ايه؟ the boy is tall الولد طويل. هنا عندي كمان ايه؟ the girl is short البنت ايه؟ مالها قصيرة زي ما احنا شايفين الفرق. هنا عندي الولد ماله؟ tall طويل، وعندي كمان البنت ايه؟ short قصيرة. شايفين يا كيجي؟ دي اسمها ايه؟ adjectives. وكمان الادجكتيف دي يا كيجي طبعا مالهم عكس بعض. كمان عندي هنا جراف اللي هي الزرافه، مالها؟ has tall neck عندها رقبه طويله طول. كمان عندي الصوره اللي تحتها دي صوره ايه؟ برافو عليكم، ده مونكي ماله؟ has a short neck عنده رقبه short رقبه قصيره. next page، هنا عندي يا كيجي كمان هنتعلم ايه؟ صفه جديده. هنتعلم ايه؟ big and small ضخم وصغير. طب عندي بيج يعني ضخم، سمول صغير. يلا يا أصدقائي معايا حنين وسيف ورؤى ومنة، يلا نشوف كده. هنا عندي بيقول the elephant اللي هو الفيل is big، ماله؟ الفيل زي ما احنا شايفين في الصورة big or small؟ طبعا الفيل big يعني ضخم. طيب شايفين ايه اللي جنبه؟ the mouse اللي هو الفار is ايه؟ is small طبعا صغير. شايفين الفار؟ هي كيجي ماله؟ small صغير خالص. والفيل طبعا ايه؟ big. برافو عليكم. طيب احنا كمان عندنا في الصورة ايه؟ عندنا صورة ايه دي؟ برافو، اورانج اللي هي برتقالة. عندي البرتقالة بيج ولا سمول؟ هي كيجي برافو عليكم، طبعا عندي البرتقالة مالها؟ بيج، ضخمة كبيرة. طيب عندي كمان الصورة اللي جنبها دي يا كيجي صورة ايه دي؟ مش عارفة بقى، برتقانة صغيرة او يوسفية صغننة؟ هي كيجي. طيب الصورة ديت ايه؟ بيج اور سمول؟ ها برافو عليكم، طبعا ايه؟ سمول. شايفين الفرق بينها وبين البرتقاله الكبيره ديت؟ شايفين؟ برافو عليكم، طبعا عندي البرتقاله دي ايه؟ مالها؟ بيج. وطبعا عندي الصوره اللي جنبها الصغيره دي سمول يعني صغيره. طبعا شايفين الفرق بينهم هما الاثنين.
طيب عندي كمان هنا the horse اللي هو الحصان. الحصان ماله؟ big or small؟ ها بالنسبة للصورة الصغيرة اللي جنبها ده. طبعا عندي the horse is big، طبعا ماله ضخم وكبير. طيب شايفين الصورة اللي جنبه؟ ايه دي؟ بيتل اللي هي الخنفساء. the beetle is small يعني صغيرة، الخنفساء مالها؟ صغيرة. برافو عليكم يا كيجي. نيجي استبيش learn sound with busy bee، تعلم الأصوات مع صديقتنا النحلة. هنا عندي هنتعلم letter A letter C and letter H. ها make sound C وال H مع بعض يا كيجي، بدونا sound A ش ش زي كلمة شيز يعني جبنة. شيز جبنة. شوكولات اللي هي الشوكولات. بعد كده عندي شيكن فراخ. شيكن فراخ. شار معلم. شار معلم. شير كرسي. شير كرسي. شيبس طبعا اللي هو الشيبسي كلكم عارفينه. شيبس اللي هو الشيبسي. بيتش شاطئ. بيتش شاطئ. بوتشار جزار. بوتشار اللي هو الجزار. وبكده انا خلصت الفيديو. لو عجبكم لايك وشير، ما تنسوش تشتركوا في قناتي قناة ميس مامي التعليمية.